أما
اما المايلوروسز او السكندري لوسز دي بتحصل عند نقطه معينه وسببها ايه؟ تغيير في قيمه او اتجاه السرعه، تغيير في قيمه او اتجاه السرعه، فيقوم يحصل ايه؟ مايلوروسز عند النقطه اللي حصل فيها التغيير ده. وقلنا مثال على كده الفالف مثلا اللي هو المحبس، الميه ماشيه في ماسوره كده اهي، وبعدين قمت انت جاي المحبس فتحه نص فتحه، يعني كانه بيعدي نص الفلوريت اللي ماشي. صحيح اتجاه السرعه واحد لكن قيمه السرعه اتغيرت. على سبيل المثال اتساع مفاجئ عند النقطه دي، قبلها كانت السرعه لها قيمه وبعدها السرعه لها قيمه ثانيه. في عندك انحناء او بند او البو، ده دي مثلا زاويه 90 كانت السرعه ماشيه هنا وبعدين طلعت لفوق، فاتجاه السرعه اتغير بالرغم ان قيمتها ما اتغيرتش، فيقوم يحصل عند النقطه دي يحصل ايه؟ ماينور لوسز او سكندري لوسز، وهنتكلم عليها النهارده ان شاء الله كمان بتفصيل اكبر شويه. فالفريكشن لوسز دي، الفريكشن لوسز بتساوي ايه؟ بتساوي اف في ال على دي في البي سكوير على التنجن. الاف قلناه اللي هو معامل الاحتكاك، وده هنتكلم عليه برضو النهارده بشويه تفاصيل اكبر شويه. الاف دي هي ايه؟ معامل الاحتكاك، بيقولوا عليه بالانجليزي فريكشن كوفيشنت، فريكشن كوفيشنت معامل الاحتكاك، تمام؟ وده بيعتمد على نوع السريان او السرعه اللي عندك، وهنقولها دلوقتي، وكمان الجدار بتاع الانبوبه، هل هو خشن سموث املس، يعني نوعيه جدار الانبوبه ايه بالظبط، نوعيه المعدن المصنوع منه جدار الانبوبه، هل انت بتستخدم حاجه المونيوم، حاجه ستانلس، حاجه ستيل، حاجه كاست ايرون، تمام؟ ده اللي هو الفريكشن كوفيشنت اللي هو اف. ال اللي هو الطول اللي انت بتحسب عليه البريشر دروب، طول الانبوبه، ممكن ما يكونش طول الانبوبه كله، مش محتاجين طول الانبوبه كله في حاجه، انت طالما بتحسب البريشر دروب ما بين المقطع واحد والمقطع اثنين يبقى يهمني الطول ما بين النقطه واحد والنقطه اثنين، تمام؟ بعدين في عندك قطر الانبوبه في المقام، معناها ان كل ما قطر الانبوبه زاد كل ما الفريكشن لوسز تقل. يعني الانبوبه اللي هي المقطع بتاعها الدايمتر بتاعها صغير، توقع ان اللوسز بتاعتها كبيره. كل ما الطول يزيد كل برضه ما اللوسز بتاعتك تزيد، تمام؟ في السرعه مربع السرعه فوق في البسط. فكل ما السرعه تزيد برضه يحصل ايه؟ الفريكشن لوسز تزيد. ده بتزيد كمان بقيمه المربع بتاعها على 2 مضروب في عجله الجاذبيه. يبقى الفريكشن لوسز او البريشر دروب بتساوي الاف ال على دي في سكوير على 2 جي. طبعا دي كده وحدتها مين؟ وحدتها المتر. حضرتك عايز تحولها ل بريشر دروب بيقاس بالباسكال او نيوتن على متر مربع، يبقى تضرب في مين؟ في الجاما او في الروجي اللي هي الكثافه في عجله الجاذبيه. طيب هناخد بس من المعادله دي الفريكشن كوفيشنت. الفريكشن كوفيشنت نطلع بيه بره. الفريكشن كوفيشنت ده عايزين نحسبوه، عايزين نحسبوه. احنا زي ما اتفقنا ان هو بيعتمد على مين؟ بيعتمد على نوع السريان او قيمه السرعه، الاثنين مسميات اسمين لمسمى واحد. قيمه السرعه او نوع السريان وهنعرفه دلوقتي، تمام؟ وكمان بيعتمد على جدار الانبوبه، جدار الانبوب ونوع المعدن، تمام؟ طيب يبقى احنا عايزين اف دي كده نطلع بيها بره، وهنحسبها ازاي؟ تمام؟ قبل ما نشتغل في اف دي ونحسبها ازاي، ناخد معامل تاني اسمه رينولدز نمبر. رينولدز نمبر، رينولدز ده اسم واحد وعمل رقم دايمنشنلس بدون وحدات، وسماه باسمه، وسماه باسمه رينولدز نمبر. الراجل ده عمل ايه؟ جاب انبوبه، تمام؟ وماشي فيها مائع لو بسرعه معينه، سرعه قليله قوي، وقام جاي هنا كده من قدام وحط صبغه بلون مختلف تمشي مع المائع ده، تمشي في وسط الميه علشان يشوف شكل السريان هيبقى عامل ايه.
لاحظ ايه الراجل ده؟ لاحظ ثلاث حاجات. اول حاجه لما تكون السرعه منخفضه، لما تكون السرعه منخفضه اقل من رقم معين، اقل من رقم معين، الرقم ده اللي هو 2 في 10 اس 3 يعني 2000، اقل من 2000 مش دي مش قيمه السرعه، لا ده قيمه الرقم اللي هو عمله. لما يكون رينولد اقل من 2000 لاحظ ان عند سرعات البطيئه شكل الصبغه وهو ماشي نعملها بلون مختلف. طب الرينولد ده اللي هو ايه؟ هقوله دلوقتي، هقوله. لقى ان شكل الصبغه وهو وهي ماشيه ماشيه في خطوط متوازيه انسيابيه جدا. لو تفتكروا في اول او ثاني محاضره في المنهج كله كنا بنتكلم على تصنيفات الفلويد، وقلنا في عندنا حاجه اسمها لامينر وحاجه اسمها تربر. اللامينر ده اللي هو السريان الرقائقي او الانسيابي. طبقات المائع ماشيه كانها ما بيحصلش تضارب ولا تعارض ما بينها وبين بعضها البعض، تمام؟ فلما لاحظ ان عند السرعات البطيئه خالص لا ان طبقات المائع الصبغه دي لونها مختلف، فلاحظها وهي ماشيه، تمام؟ لا ان انها ماشيه في خطوط انسيابيه جدا، تمام؟ فضل يزود السرعه كمان شويه، ماشيه زي ما هي. فضل يزود السرعه اكتر، ماشيه زي ما هي. فضل يزود السرعه اكتر، وصل لحاله ان الصبغه دي بدات تعمل يعني حاجات كده عشوائيه وما هيش مدروسه، تمام؟ وبدات الطبقات تدخل في بعضها البعض. فضل يزود السرعه كمان، يزود السرعه كمان لحد ما وصل لحاله ان طبقات الصبغه دي وطبقات المائع تدخلت في بعضها جدا، وبقى يحصل فيه ايجز ودوامات في السريان اللي ماشي. وتوصل الى ثلاث نتائج. قال ان لما يكون ريلونس نمبر اقل من او بيساوي ال2000، تمام؟ يبقى السريان بتاعك لامينر. السريان بتاعك ايه؟ لامينر. طيب لما يكون رينولز اكبر من ال4000، اكبر من ال4000، يبقى السريان بتاعك تربلنت. لامينر يعني هو بطيء يعني؟ اللي هو رقائقي او انسيابي، تمام؟ التيرلنت يعني حاجة ملخبطة كده، حاجة عشوائية، حاجة متداخلة في بعضها، تمام؟ طيب لما يكون رينولز ما بين الاثنين، دي حالة انتقالية من اللامينر للتيرلنت، وبيقول عليها ترانزيشنال. لما يكون رينولز نمبر أكبر من ال2000 وأقل من أو بيساوي ال4000، يبقى السريان بتاعك اسمه ايه؟ عايز ايه؟ عشان لو 4000 لا كده صح. احنا قلنا اقل من ال2000. لما يبقى بقى اكبر يعني ما بين ال2000 وال4000. لانه اكبر من ال4000 ده بقى ايه؟ تيرلنت فلو، نوع السريان ده بيحدد نوع السريان، تمام؟ طب ده هيفيدني في ايه في النهايه؟ هيفيدني انه لكل نوع من انواع السريان في فريكشن كوفيشنت بيتحسب من علاقه معينه. وصلت دلوقتي؟ جبنا رينولد ليه؟ واتكلمنا على انواع السريان. لو السريان بتاعك لامينر، الفريكشن كوفيشنت اللي هو اف اللي انت محتاجه علشان تحسب البريشر دروب بيتحسب من علاقه معينه. لو السريان بتاعك تيربلنت بيتحسب من علاقه معينه. تمام؟ طيب هو مين بقى رينولدز نمبر ده؟ رينولدز نمبر ده قال ان دي بتساوي انت لما بتخصص او بتخلي فيه عندك انبوبه وماشي فيها مائع، الانبوبه دي ماشي فيها مائع. المائع ده بيقابله نوعين من القوه. بيقابله نوعين من الايه؟ من القوه. اول قوه القوه اللي بتحاول تمشيه، وفي قوه ثانيه بتحاول توقفه. القوة اللي بتحاول تمشيه اللي هي بنقول عليها الانيرشا فورس. الانيرشا فورس، تمام؟ دي القوة اللي بتحاول ان المائع يفضل محافظ على سرعته، ويفضل محافظ على ضغطه، ويفضل محافظ على الطاقة بتاعته، ما يخسرش منها حاجة. القوة الثانية اللي عكسها الفيسكاس فورس اللي هي قوة اللزوجة، ودي اللي هي بتحاول توقف المائع. لو تفتكروا لما عرفنا اللزوجة قبل كده في شابتر واحد قلنا ان هي عباره عن ايه؟
خاصية بتعبر عن مدى مقاومة المائع للسريان، صح؟ يعني المائع عايز يمشي بس اللزوجة بتقول له لا انت هتقف مش عايز امشيك، تمام؟ فالفيسكس فورس دي هي عبارة عن القوة اللزجة او قوة اللزوجة اللي هي بتحاول توقف السريان اللي ماشي في الانبوبة دي. يعني انت عندك قوتين ضد بعض. ريلوس نمبر قال ان انا النسبة ما بين الاثنين، ما بين الانرشا فورس على مين؟ على الفيسكس فورس. وطلع في النهاية ان ريلوس نمبر ده بيساوي الرو اللي هي كثافة المائع، كثافة المائع في الفي السرعة بتاعته، سرعة المائع اللي ماشي داخل الانبوبة في الديامتر بتاع الانبوبة مقسوم على مين؟ على اللزوجة الديناميك فيسكوستي بتاعته. طيب بص على الوحدات بتاعته كده، الوحدات بتاعته ايه؟ الكثافة كيلو جرام على متر مكعب، صح؟ السرعة متر على الثانية، الديامتر متر، صح كده؟ اللزوجة باسكال ثانية، باسكال في الثانية، والباسكال دي نشيلها نحط مكانها ايه؟ نيوتن على متر مربع، والنيوتن ده بيساوي ايه؟ بيساوي كيلو جرام في متر على الثانية تربيع، صح كده؟ رجعنا كل الوحدات للايه؟ للتلاتة الأصل بتوعهم. كيلو جرام تحت مع كيلو جرام فوق، في عندك كام متر فوق؟ متر أس أربعة، وتحت متر أس أربعة، يبقى المقدار دي كلها تروح مع بعضها، وكام ثانية تحت؟ اتنين وفوق ثانيتين، يبقى ده اسمه ايه؟ دايمنشن ليس، ملوش وحدات. تمام؟ فيبقى رينولدز نمبر بيساوي كثافة سرعة في الديامتر مقسوم على اللزوم. مقسوم على اللزوم، تمام يا باشمهندس؟ لو رينولدز نمبر ده، لو رينولدز نمبر ده أقل من 2000 يبقى السريان بتاعك لا يقدر، أكبر من ال 4000 يبقى تربل. استفدت إيه؟ إن هو لو لامينر أقوم أروح أحسب الإف من القانون اللي أنا هكتبه ده. اتفقنا ان رينولدز نمبر ده رقم بيحدد نوع السريان، صح؟ وقلنا ان السريان بتاعك لو لامينر يبقى رينولدز نمبر كام؟ اقل من 2000. لو لامينر محتاجين نحسب الفريكشن كوفيشنت اللي هو معامل الاحتكاك اف، روح تحسبه من العلاقه الصغيره البسيطه دي. الاف بيساوي 64 على رينولدز نمبر اللي انت لسه حاسبها. اللي هي بتساوي ايه؟ رينولدز نمبر رو في دي على مين؟ على الميو. طيب في حته يعني تركه صغيره كده اللي هو احنا بنتكلم على انبوبه الكروس سكشنال بتاعها دائري، فانت واخد هنا الدايمتر. اوقات ان المائع بيمشي في حاجه الكروس سكشنال بتاعها مربع بيقولوا عليها ضغط، ما بيقولوش عليها بايب. كلمه بايب دي معناها ان هي ماسوره الكروس سكشنال بتاعها دائري زي دي كده، تمام؟ لكن لو الماسوره دي الكروس سيكشنال بتاعها متغير على سبيل المثال مربع زي ده كده بيقولوا عليها ضغط مش بايب. طيب هنا الدايمتر بقى انهي دايمتر؟ ها؟ الايه؟
الارتفاع انهي ارتفاع لو الانبوبة راكبة كده بص يا باشمهندسين بتستعيض عن الدايمتر ده بحاجة تانية اسمها اسمها ايه؟ لا مش الدايمتر اسمه حاجة اسمها الكاركترستيك لينس كاركترستيك لينس ايه الكاركترستيك لينس دي؟ بيقولوا لها دي اتش الدي اتش دي بتساوي 4 دي اتش اللي هي الكاركترستيك لينس بتساوي 4 في الكروس سكشنال اريا على البريميتر اللي هو المحيط 4 في المساحه على المحيط يعني ده في حاله ان هو مش دايره في حاله ان هو مش دايره بنستعيض عن الدايمتر بتاع الانبوبه ده بحاجه ثانيه اسمها ايه؟ كاركترستيك لينس اهي اكتب الدي اتش ده اللي هو دي اسمها كاركترستيك لينس ايه الكاركترستيك لينس دي؟ اللي هي دي اتش والدي اتش دي بتساوي ايه؟ بتساوي 4 في الكروس سكشنال اريا اي الاريا مش سيرفيس اريا كروس سكشنال على البريميتر ده مش ضغط البي ديت مش ضغط ده المحيط المحيط اللي هو المحيط بتاع المربع بتاعك او مستطيل او مثلث يعني ايا كان بقى الكروس سكشن تمام؟ يبقى ريهولز نمبر بيساوي قاعده عامه قاعده عامه بيساوي كثافه بسرعه في الكاركترستيك لينس على النزول. الكاركترستيك لينس ده حاله خاصه في حاله ما تكون دايره الكاركترستيك لينس هو الدايمتر. لكن ان جنرال الكاركترستيك لينس ده بيساوي 4 في الكروس سكشنال اريا على مين؟ على المحيط. عايز تتاكد ان هو في حاله الدايره هو نفسه الدايمتر عوض الدي اتش في حاله الدايره بيساوي 4 اهو. الكروس سكشنال اريا بتساوي ايه؟ باي دي تربيع باي على 4 دي تربيع صح؟ وتحت المحيط المحيط اللي هو مين؟ باي دي الباي مع الباي والاربعه مع الاربعه ودي مع التربيع يبقى لك مين؟ الدايمتر انت ما تحفظش حاجه يعني هو القانون ده الكاركترستيك لينس بيساوي 4 في الكروس سكشنال اريا على مين؟ على البريميتر او المحيط خلاص؟ ده كده اي مساله سريان داخل انابيب تقوم تجري على طول تكسب مين؟ تكسب مين؟ كريمز نمبر. حددنا نوع السريان، على حسب نوع السريان تكسب مين؟ اللي حسبت الالف تروح تكسب مين؟ اللي هو اللوسز الناتجة من الاحتكاك اللي هي بتساوي اف في ال على دي بسكوير على 2 جي. أمال إيه القانون اللي تحت ده؟ كل اللي أنا عملته إن أنا شلت الفي وحطيت مكانها الكيو. كيو بس كيو على اريا من الكونتينيوتي ايكويشن كيو بتساوي ايه؟ الاي في في شلت الفي سكوير ديت شلت الفي وعوضت عنها بالايه؟ بالكيو على الاريا والاريا احنا الشابتر بتاعنا في الايه؟ البايتس الاريا بتاع البايت ايه؟ باي على 4 دي سكوير صح؟ الفي بتساوي الكيو على الاريا بتساوي الكيو مضروبه في 4 على الاريا اللي هي باي في الدي سكوير صح كده ولا انا غلطان؟ دي اللي هي السرعه خد المربع بتاعها وحطه هنا يعني الحاجات دي كلها هتتربع فبقى في كيو تربيع فوق وفي باي تربيع تحت وفي دي اس 4 وفي دي في المقام هنا فبقى في عندك دي اس 5 هنا في المقام دكتور. نعم احنا كنا معاك حتى لو اتفقنا ان لو القطره مش دايره بنحاول نستخدم الكاركترز بعدها طيب جميل هنا ده الكاركترستيك لينس جميل هتعوض لو هو دايره او ضغط او اي حاجه خلاص عوض فيه جبنا اللي هو الكاركترستيك لينس اللي في القانون بتاع رينولدز نمبر بعدين تعوض في قانون رينولدز نمبر نفسه رو في دي على الميو اللي زوجه طبعا يعني في الغالب بتكون معطاه معروفه عن ليه لانها بتعتمد على نوع السائل نفسه حسبت رينولدز نمبر يبقى تحدد مين نوع السريان النوع السريان طلع لامينر تقوم تروح تحسب اف من القانون بتاع اللامينر اللي هو انا كاتبه هنا 4 لامينر فلو الاف بيساوي 64 على رينولدز نمبر طيب فور تيرمينال فلو هجي له دلوقتي سيبه شويه بس بيتحسب من علاقه يعني او بيتحسب من خريطه تمام طيب حسبت اف
تقوم تاخده وتروح تعوض بيه في مين؟ في القانون اللي تكسب منه ال HF اللي هي اللوسز النتيجة من الاحتكاك. حسبت اللوسز النتيجة من الاحتكاك تقوم تاخد دي كده حضرتك وتروح تعوض في مين؟ في برنوليز ايكويشن بتاعت الشطة اللي كانت مجموع الطاقات عند نقطة بيساوي مجموع الطاقات عند نقطة تانية زائد النفاقيد اللي حصلت في السكة. نعم ده كل الموضوع احنا وقفنا كده خلاص ما عادش فيها تاخده وتروح مكان تاني خلاص. المعادلة اللي هي تحت دي انا لسه ما جبتهاش هقولها خلاص يا باشمهندسين الصوت لو سمحت لو حد عنده سؤال يتفضل يسأل. يعني ما شاء الله عددكم النهارده قليل فانا مبسوط بصراحه. حد عنده سؤال ننقل كنت اتمنى ان الصخوره دي بطول الدرجه كله يعني ضغط جوي صح؟
وده ضغط جوي فراحوا قصاد بعض. السرعه في الخزان ده بتساوي كام؟ صفر. السرعه في الخزان ده بصفر. تطلع بايه المعادله الكبيره دي؟ ان زد الفرق ما بين الاثنين، ما هو زد واحد ناقص زد اثنين، يعني على سبيل المثال انت اخذت الديتر بتاعك هنا، دي كده زد اثنين ودي زد واحد، زد واحد ناقص زد اثنين بيديك مين؟ زد. او واحد تاني ياخدها الديتر هنا عند بي، زد اثنين بصفر وزد واحد بكام؟ زد اثنين اللي هي دي بصفر وزد واحد بتساوي كام؟ زد. فالفرق ما بين الاثنين اللي هو زد بيساوي المفاقيد اللي حصلت ما بيني وبين ده كتطبيق لبرنولي ايكويشن، صح؟ طيب الزد في الغالب بتكون معلومه، انا بقول لك احسب الفلوريت، احسب الفلوريت، احنا عايزين الفلوريت. المفاقيد دي الزد معلومه، يبقى احنا عايزين نشوف المفاقيد دي بتساوي ايه؟ المفاقيد دي عباره عن زي ما اتفقنا المره اللي فاتت حاجتين، الفريكشن والسكندري لوسز. السكندري لوسز هنتكلم عنها الشابتر ده بتاع النهارده. خلينا دلوقتي انا في بعض المسائل اقول لك السكندري لوسز كان بي نيجلكتد او نيجلكت اول سكندري لوسز، يعني اهمل كل السكندري لوسز واشتغل بس على مين؟ على الفريكشن. يبقى دي كده كانها بتساوي الاتش اف ما بين اي وبي. الاتش اف ده بيساوي ايه؟ اف في ال على دي في سكوير على 2 جي. رجعنا للقانون بتاع النهارده، الاف دي انا مش عارفها، الطول معلوم والديامتر معلوم، انا عطيهم لك اهو، والجي طبعا انتوا كلكم عارفينها، باقي لنا السرعه. يبقى انا علشان الفلوريت بيساوي ايه؟ الاريا في الفي، الاريا معلومه بمعلوميه الديامتر. يبقى علشان احسب الفلوريت لازم احسب مين؟ السرعه. عشان احسب السرعه لازم اجيب مين؟ الاف. عشان اجيب الاف لازم ارجع لمين؟ لرينولدز نمبر، اعرف انا لامينر ولا تيرنر. رحت لرينولدز نمبر، يبقى اول حاجه ده احنا جبنا المساله كده من الاخر يعني. اول ما تلاقي مساله سريان ما بين خزانين عن طريق انابيب، يعني الفلو ثرو بايبس الشابتر ده، اول حاجه تعملها انهم رايح ناس مين؟ رينولدز نمبر، رايح نفسك هات كده من البدايه بقى. رينولدز نمبر بيساوي الرو في الفي في الدي على الميو. اللزوجة معروفة، كثافة معروفة، الديامتر معروف، السرعة مش معروفة. احنا كده هنبدأ نحل في مسألة، تمام؟ السرعة هنا مش معروفة، ففي مسألة زي دي ده دي حالة خاصة، دي حالة خاصة إن أنا أفرض واحد وأعمل تشيك على التاني، دي حالة خاصة إن أنا عندي فريكشن مش معروف والسرعه مش معروفه الاثنين مع بعض. او افرض واحد، افرض مثلا فريكشن على سبيل المثال 0.002 واقول لك روح احسب السرعه، واقوم رايح عامل تشيك من الخلف تاني، تمام؟ لكن على سبيل المثال انا اديتك اف، تقوم رايح حاسب رينولدز نمبر او عاطلك رينولدز نمبر، تروح تشوف الاف هي انت لامينر ولا تيرمينال ولا الكلام ده. هيبان الكلام ده في المسائل وهناخد مسائل النهارده ان شاء الله. خلاص؟ نعم. ده خزان مفتوح لضغط الجو؟ ده هنا ضغط في ايه؟ ارجع ثاني سطح سلمان، يعني هنا كده سطح سلمان معرض لمين؟ لضغط الجو؟ انا بطلع ما بين نوت سطح المانع هنا معرض لضغط الجو، سطح المانع هنا معرض لضغط. نعم. ولا تنزل عنه. نعم.
بيعتمد على مين؟ على نوع الحاجة اللي انت بتتكلم عليها.
يعني انت مثلا للالبو، الالبو ليها كي معينه. الفالف مثلا لو الفالف ده مفتوح ربع فتحه ليه كي، لو مفتوح نص فتحه ليه كي، لو مفتوح ثلاث ارباع فتحه ليه كي، لو المحبس مقفول خالص ليه كي ثانيه. المحبس تمام؟ لو انت مثلا عندك انحناء، الانحناء ده على حسب زاويه الانحناء، يعني الزاويه دي 90 45 30 على حسب الزاويه، كل زاويه ليها كي. تمام؟ الحاجات دي بتكون معلومه في جداول او خرائط، في جداول او ايه؟ او خرائط. خلاص؟ حاجتين تانيين مهمين اللي هو السادن اكسبانشن والسادن كونتراكشن، اللي هو اتساع مفاجئ ودي مفاجئ. الاتساع المفاجئ ان انت ماشي في الانبوبه كده وفجاه الانبوبه دي وسعت، بقى الديامتر بتاعها اكبر، فمقدار السرعه اتغير، فيحصل عند نقطه التغيير دي يحصل عندها لوسز ثانويه. تمام؟ العكس دي مفاجئ، اتجاه الماء اتغير، انا ماشي في الواسعه ديت وبعدين لقيت الماسوره ديت ضاقت مره واحده، القطر بتاعها صغر مره واحده. تمام؟ يبقى السادن اكسبانشن او السادن ايه؟ السادن كونتراكشن. تمام يا باشمهندس؟ خلاص ولا ايه؟ طيب يبقى احنا قلنا هنا في الميجر لوسز او الميل او الفريكشن الاتش اف بتساوي اف في ال على دي بسكور على 2 جي، او 8 في اف في ال في الكيو تربيع على باي تربيع في جي في الكيلو اس 5. الناحيه بتاعت المايكرو لوسز او السكندري لوسز في عندك البو بيند فالف سادن اكسبانشن سادن كونتراكشن، والشكل بتاعها بتاخد الاتش بتساوي كي بي سكوير على 2 جي. فين الاثنين بس انا نسيت اكتبهم هنا في المايكرو لوسز دي؟ نعم. سيبها زي ما هي عادي، عايز تشيلها وتحط مكانها الكيو مفيش مشكلة، بس هتشيل الاريا يعني، تحط الاريا معاها. طب افرض ان الانبوبه دي داخله جوه شويه الخزان،
الكي ازيد موجود في الكتاب والقيمه بتاعتها كام بالظبط. المطلوب منك انك تحفظه او تعرفه ايه الاثنين دول فقط اللي هو الكي بتاع الانترنس بنص والكي بتاع الاكزيت اللي هي دي الكي بواحد. تمام. طيب نيجي بقى على المثال ده. المثال ده
فدي ارقام بدون وحدات. ده
جدا كمان، ده الحاجات دي بتبقى بالميكرون وبتبقى بالنانو الابسلون دي. فالرقم ده ممكن يبقى مثلا في 10 مثلا، يعني 5 في 10 اس ناقص 4 في 10 اس ناقص 5، ارقام صغيره جدا يعني. تمام، ده البارامتر الجديد اللي جه في المعادله. فانت قدامك حل من اثنين، لو الرينولدز نمبر اكبر من 4000 وبالتالي الفلو بتاعك تيربلنت، قدامك حاجه من اثنين عشان تحسب الاف، يا اما انك تحسبها بالمعادله دي او تاخد نصيحه واحد اسمه مودي. الحاج مودي ده عمل ايه؟ قام واخد العلاقتين دول وقام وقعهم في خريطه وسماها باسمه وقال عليها مودي تشارت. مودي تشارت، تمام؟ مش مودي انا، ده مودي هو. تمام؟ سماها ايه؟ صوت صوت لو سمحت. سماها مودي تشارت، تمام؟ طيب الخريطه دي ادخلها ازاي؟ واطلع منها داتا ازاي؟ هي عباره عن محورين راسي ومحور افقي. محورين راسي ومحور افقي. المحور الافقي هو عباره عن رينولدز نمبر اللي هو بيساوي الرو في البي في الدي على الميو. تمام؟ نعم. خلاص يا باشمهندسين؟ الرو في البي في الدي على الميو. المحور الراسي اللي على اليمين اللي هو الريلاتيف رفنس، الابسلون على الدي. الابسلون على الدي. تقاطعهم الاثنين، تقاطع ده مع تقاطع ده، حضرتك ما تجيبش رقم من هنا وتقوم مثلا على سبيل المثال يعني دي كده تقوم رايح لافقي وتقوم رايح افق. لا، الموضوع مش كده. الخطوط المايله دي، الخطوط المايله ده كل واحد من دول بإبسلون على دي، إبسلون على دي، إبسلون على دي، إبسلون على دي. كل واحد من الخطوط المايلة دي بإبسلون على دي. فعلى سبيل المثال الإبسلون على دي ده بتساوي مثلا 0.003. تمام؟ ليه بعدين كانت بتسميه، كان اديك الإبسلون بس، بقول لك إن الإبسلون بتاعي المادة الكاست أيرن بتساوي كذا في المسألة. تقوم واخدها رايح قاسمها على الدي، جبت رقم. الرقم ده تدخل بيه الخريطه على سبيل المثال طلع ده. ماشي؟ هتفضل ماشي مع الخط المايل ده، تفضل ماشي عليه، وشوف رينولدز نمبر كام تقاطعه في نقطه. تقوم رايح لمين؟ جايب لي الاف اللي هو الفريكشن كوفيشن من على المحور اللي على الايه؟ اللي على الشمال الراسي بتاعي. طب ما هو واحد هيقول لي ما هو كده افقيه قصاد بعضها، لا مش افقيه. الخط ده ايبسلون على دي اللي تحت خالص ده نازل بميل. فانت مشيت مع الابسلون على دي، انت طالع اهو وصلت للنقطه دي، روح افقي. فده مش على امتداد ذاته. طب عليها النقطه اللي هنا اللي هي دي، ما احنا بنحسب رينولدز نمبر زي ما اتفقنا بقى. اول حاجه تعملها في المسألة طبعا مدرجه يعني. مدرجه رينولدز نمبر كذا 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 كذا. تمام؟ طيب الخريطه دي بس بتوضح اكتر من كده كمان. في هنا خط على الشمال مايل ميل عكسي، الميل بتاعه نيجاتيف الخط ده، ومكتوب عليه عندك في الكتاب في الخريطه ان ده خط اللامينر. لو بصيت من القانون بتاع اللامينر، دي علاقه خطيه وخطيه عكسيه رينولدز نمبر في المقام، فيطلع لك خط مايل وزاويه الميل بتاعته نيجاتيف. تمام؟ اللي هو الخط ده، يعني المنطقه دي كده منطقه اللامينر. نركز، المنطقه دي منطقه مين؟ اللامينر. ده خط راسي اهو، خط لينير خطي. تمام؟ في عندك منطقه كده متظلله شويه في الكتاب، المنطقه دي منطقه الترانزيشنال، المنطقه الانتقاليه ما بين اللامينر والتيرنر. معايا؟ بعدين الخطوط اللي هي الثانيه دي كده دخلنا في منطقه التيرنر. في عندك خط المنقط، الخط المنقط ده بيقولوا عليه فولي تيربلنت فلو. ايه الفولي تيربلنت فلو؟ لانه اول ما ندخل في الفولي تيربلنت فلو ان الفريكشن كوفيشنت ما بيعتمدش على رينولدز نمبر. الخط ده تقريبا تقريبا من بعد الخط المنقط، يعني بص كده الجزء ده اهو، الجزء ده، الجزء اللي انا ظللته بالاسود ده، تقريبا خطوط الابسلون على الدي خطوط افقيه.
فرينولز نمبر هنا زي هنا زي هنا زي هنا ما يفرقش معايا في حاجه كلهم واحد. ليه؟ ما هو هو هنا افقي وهنا افقي هروح كلهم اجيب مين؟ اف. يبقى الاف بتعتمد بعد الخط المنقط ده اللي بيقولوا عليه فولي تيربلنت فلو. فولي تيربلنت فلو الاف بتعتمد على مين؟ بتعتمد على الابسلون على دي فقط، ما تعتمدش على الاثنين، ما تعتمدش على رينولدز نمبر والابسلون على دي مع بعض، لا بتعتمد على الابسلون على دي فقط. وصلت؟ طب الجزء اللي تحت ده بتعتمد على الاثنين مع بعض. طيب في الجزء اللاملر بتعتمد على رينولدز لوحده. نركز في الحاجات دي ممكن يكون اسئله نظر. تمام؟ نقول تاني بقى، ما نقول نركز ونقول مش عارف ايه، طب تاني بقى. لا خلاص نعديها بقى. تاني يا باشمهندس. الجزء اللاملر، في الجزء اللاملر الاف بتعتمد على مين؟ من القانون بتاعه على رينولدز بس. الابسلون على دي ده لا يعني لي اي شيء. طيب في المنطقة التيربلنت تحت الخط المنقط اسمها التيربلنت. الاف بتعتمد على مين؟ بتعتمد على الاثنين، فانكشن في رينولدز نمبر وابسلون على دي. طيب فوق الخط المنقط اللي هما بيقولوا عليه فولي تيربلنت فلو. لا دي ما بتعتمدش على رينولدز اصلا، بتعتمد على الابسلون على دي فقط. ليه؟ لان خطوط الميل هي اصبحت خطوط افقيه. فرينولدز هنا زي هنا زي هنا زي هنا. كل ما اطلع من تحت هم كلهم هيوصلني في النهايه عند رقم واحد. وصلت؟ ننقل. الخريطه دي يا باشمهندسين بتكون معطاه معاكم في الامتحان. علشان هتطلع منها الاف. والعلاقه اللي تحت دي كمان ممكن اديها لكم. يعني وانتوا اختاروا الاسلوب اللي انتوا عايزينه. دكتور ما يبقى الامتحان من بكره. نعم الكتاب؟ من بكره. اوبن؟ لو عرفنا نطلع منه حاجه اصلا. هي رقم ثابت.
لكن الانبوبه دي مثلا عند كل انبوبه في مفاقيد بتحصل، فسميشن اللوسز بتساوي مجموع الايه المفاقيد اللي حصلت في السكن. الاتش لوسز بتساوي اتش لوسز 1 زائد الاتش لوسز 2 زائد الاتش لوسز 3 زائد انت ماشي كده تمام. يبقى لما يبقى في توصيل عندك توالي الصوت يا باشمهندس لو سمحت، لما يبقى في توصيل توالي اللي ثابت عندك هو الفلوريد، والمتغير او اللي انت بتجمعه مين؟ اللوسز. النقيض تماما والعكس تماما في حاله التوصيل التوازي. تخيل معايا دي انبوبه واحد ودي انبوبه اثنين ودي انبوبه ثلاثه دي انبوبه اربعه. الفلوريد اللي هو جاي من الانبوبه واحد ده الفلوريد كيو واحد بتساوي الكيو اربعه صحيح؟ بس بتساوي خلال التوصيل ده مالناش دعوه بيه، ده التوصيل التوازي اهو. بتساوي ايه؟ بتساوي مجموعهم، بتساوي كيو 2 زائد كيو 3. لو انت عندك كمان انبوبه يبقى زائد كيو مش عارف كام، كمان انبوبه يبقى كام، وهكذا. يبقى الفلوريد هو اللي بيتوزع، هنا اللوسز هي اللي بتتوزع، هنا الفلوريد هو اللي ايه؟ بيتوزع. لكن المفاقيد الاتش لوسز 2 بتساوي الاتش لوسز 3 زائد. وانت وانت ماشي كده على سبيل المثال اهي دي انبوبه ودي انبوبه ثانيه. انبوبه واحد وانبوبه اثنين. تمام؟ وانت بتوصل من هنا وبتاخد من هنا. لما تيجي تحسب اللوسز الاتش لوسز ما بين A وB ما بين A وB انت بتعدي على انهي ماسوره؟ يا اما دي يا اما دي. فانت حضرتك ماشي ماسك كده المسار بتاعك اهو، يبقى دي بتساوي اللوسز على الانبوبه الاولانيه وبس، او بتساوي ان انا همشي في الطريق الثاني يبقى بتساوي الاتش لوسز بتاع اثنين. يبقى الاثنين دول بيساووا بعض ولا لا؟ يبقى اللوسز في حاله التوصيل التوازي اللوسز ثابته، لكن اللي بتوزع مين؟ الفلوريد. في حالة التوصيل توالي العكس اللي بيحصل، الفلوريد ثابت واللوسز هي اللي ايه؟ واللوسز هي اللي بتتوزع. لو عرفتوا المسار نعم؟ لو عرفتوا المسار يعني هتقول كيو واحد اللي هو اللوسز كيو واحد واللوسز كيو اربعة. اللوسز هنا احنا شفنا بس هنا المنطقة دي، لكن لو انت عايز تجمع السيستم كله هتاخد اللوسز دي زائد دي زائد دي او دي زائد دي زائد دي. بتاخد واحدة من اثنين الاثنين دول، يا اما اثنين يا اما ثلاثة. تمام؟ يبقى في المنطقة التوازي بتاخد واحدة من الاثنين بس. خلاص يا باشمهندس؟ لا الفلوريد ما يمشيش في ماسورتين في آن واحد، مش آن دورين هو في المسلسل. بيمشي في ماسورة واحدة بس. وأنت ماشية ليه؟ نرجع ونقول برنولي ايكويشن الراجل أثبتها على ستريم لاين. ايه الستريم لاين؟ ان يشوف نقطة جزيء من السائل ويفضل ماشي معاه. فالجزيء ده مش هيمشي في الماسورتين في لحظة. خلاص يا باشمهندس؟ كده الشابتر خلص وخلص معاه جزء الفلويد ميكانكس. ناخد بس مسألة ولا حاجة على الكلام ده؟ Thank you.
دي مسألة في الشيت رقم 6 مش عارف هتذكر رقم كام 36 كتاب ده ده
لو الانبوبتين دول تم استبدالهم بانبوبه واحده بنفس الطول الانبوبتين دول هنشيلهم ونحط مكانهم انبوبه واحده بنفس الطول 100 متر تمام. حدد قطر الانبوبه كام اللي يديك نفس الفلوريت اللي انت حسبته ده. يبقى انت عندك في المساله الجديده يا باشمهندسين الصوت لو سمحت، في المساله الجديده عندك الفلوريت اللي انت حسبته ده معطى وطول الانبوبه معطى. اللي مجهول مين؟ اللي مجهول هو الكيو. نفس القانون ال موجوده والكيو موجوده، المجهول مين؟ طب هتطبقها على انبوبه واحد ولا اثنين؟ ايوه هو اصلا شال واحد وشال اثنين وعملها انبوبه واحده بس. سهله؟ اه الحمد لله. ناخد كمان واحده؟ جبنا الفلوريت، عايزين نحسب الضغط بقى عند مين؟
عند النقطة C الشاطئ بيعرف. عايزين نحسب الضغط عند النقطة القمة اللي هي سي دي. النقطة سي دي انبوبة ماشية، عايزين نحسب الضغط جوه الانبوبة، ما هوش معرض لضغط جوي. برنولي ايكويشن بين مين ومين؟ ايوه برنولي ايكويشن ما بين الـ A والـ C. عوض بقى الـ V A على جاما، الـ V A على 2 G زد A يساوي الـ V C على جاما، الـ V C تربيع على 2 G زد C زائد اللوسز ما بين A و C. خلاص؟ السرعة هنا كام؟ بصفر. هنا ضغط جوي، فرق زد سي، زد سي ناقص زد ايه، يعني دي هي بتروح هنا الناحية دي، بيديك 3 متر. تمام؟ الضغط سي ده اللي احنا عايزين نحسبه. الفي سي بتساوي كام؟ انت اصلا لسه حاسب الكلوريت من فوق، تقسمها وعندك القطر كيو على ايه، يبقى الفي سي معلوم. تمام؟ والفرق الاثنين دول موجودين اللي هو 3 متر، بقى لك مين؟ اللوسز. الاتش لوسز ما بين ايه وسي بتساوي ايه؟ 8 في اف في الام، او ممكن تاخد اللي هو الناحيه الثانيه اللي هو الاف في ال على دي سكوير على 2 جي. فالفي بتاع الكيو على ال، والطول الطول ده كام؟ الطول ده معطى، معطى في المسألة. استنى مش لا مش بال 20، الطول ده 200 متر اللي هو بتاع ما بين A و C، دي اللي هي ما بين A وال B. تمام؟ ال N دي موجودة والقطر موجود وال F موجود، يبقى دي أصبحت معلومة عوض في المسألة دي في القانون الجديد B C على طول. تمام؟ فبنقول لي إيكويشن هتحل لك أي مسألة صغيرة، أي مسألة صغيرة. شكرا كده الجزء الاول خلص. ان شاء الله المحاضره اللي جايه نشتغل في سيرفو داينامكس، والاسبوع اللي بعد اللي جاي ان شاء الله نعمل ميد ترم على مين؟ على الجزء بتاع الكروت ميكانكس كله. خلاص؟